يسيطرون على قرية حندرات كاملا ومعمل الأدوية بالريف الشمالي ويستهدفون مواقع النظام في كتيبة الدفاع الجوي شمالي القرية. الثوار يعلنون إحباط محاولة قوات النظام استعادة السيطرة على تلة المضافة، والجبهة الشامية تؤمن انشقاق عنصرين على إحدى الجبهات في حلب. وصول عدة مصابين بحالة تسمم إلى المشافي الميدانية بحلب جراء سقوط برميل يحوي غازات سامة قرب الكاستيلو. استشهاد مدني وإصابة أكثر من 8 آخرين جراء قصف بالبراميل على مدينة معرة النعمان بإدلب. استشهاد 4 أشخاص جراء قصف جوي على بلدة بيت سحم بريف دمشق، وإصابة العشرات نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة التل. الثوار يسيطرون على كتف الجلطة بجبل الأكراد وتلة الشيخ محمد بريف اللاذقية بعد معارك مع قوات النظام ضمن معركة لبيك يا الله. الهيئة الطبية للاجئين السوريين في إرسال تعلن إغلاق العيادات وقسمي الصيدلة والضماد حتى إشعار آخر بسبب توقف الدعم. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن إيران منعت سقوط دمشق وبغداد وأربيل بيد تنظيم الدولة وباتت على شواطئ المتوسط.